بدأت المسألة مع القرن التاسع عشر، وظهرت النتائج في القرن العشرين. أما الثمن فترك للألفية الثالثة. هذا هو مسار الثورة الصناعية وأثار انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون في البيئة والمناخ. قد تبدو هذه المشاهد لكثير من الناس جميلة وخلابة، لكن ما ترونه ليس سوى مقدمة لكارثة بيئية تحل بالعالم. الكارثة التي تحدث هنا هي ما بات يعرف بالاحتباس الحراري، الذي يسبب بدوره التغير المناخي. والسبب المباشر زيادة كثافة ثاني أكسيد الكربون في طبقة الغلاف الجوي على مدى سنوات طوال، هو تحديدا عقب الثورة الصناعية، ما يترتب عليه تبعات خطيرة على الصحة العامة والحياة الحيوانية على سطح الكوكب الأزرق. يرجح العلماء ارتفاع درجات الحرارة بين درجتين مئويتين إلى 5 درجات، على أن يترافق ذلك مع انخفاض في تساقط الأمطار تصل نسبته إلى 20% في شرقي البحر المتوسط، وهو ما يدق ناقوس الخطر على البيئة في العقود الثلاثة المقبلة. نحن نعلم من دراسة دقيقة جدا أجراها علماء يابانيون أن ما يعرف بظلال الخصيب لبنان وسوريا والأردن وفلسطين والعراق سيفقد كل دلائل الخصب خلال السنوات الأربعين أو الخمسين المقبلة. مجاري الأنهار ستنخفض إلى حد كبير، وهذا سيشكل مشكلة كبيرة في هذه المنطقة. ماذا عن البلدان العربية الأخرى التي لا تملك أي مصادر مائية عذبة الآن بعدما استهلكت المياه الجوفية في مشاريع لم تكن مفيدة جدا لزراعة القمح مثلا، فاستنفدت مياه الجوفية، لم تحصل على الأمن الغذائي وفقدت الأمن المائي. نحن في مشكلة بغض النظر عن تغير المناخ، ولكن التغيرات المناخية تفرض علينا الاحتياط لترتيب أمورنا ومواجهة التحديات المقبلة. الانبعاثات دي لازالت عالية ومعدلاتها لازالت في تزايد، فبالتالي اتحسبت نماذج بيئية على معدلات الانبعاث دي، وتوجد ان لازم العالم ككل يقلل من انبعاثاته علشان درجة الحرارة بتاعت الكرة الأرضية لا يجب انها تزيد في فترة 100 سنة القادمة عن درجتين مئويتين. إذا ازدادت درجة الحرارة بالدرجتين دول، يبقى احنا بنواجه كل الدول، دول العالم وخاصة الدول العربية وخاصة مصر في الدول العربية، سوف تواجه مشاكل كثيرة جدا في مختلف القطاعات، ليس فقط قطاع موارد المية، وإنما جميع قطاعات التنمية في جميع الدول تتأثر بأشكال متفاوتة. زيادة كمية غازات الدفيئة تحدث مفعولا شبيها بالبيوت البلاستيكية الزراعية، أو ما يعرف بجرين هاوس إفكت. وبمعنى آخر، فإن كمية الحرارة المخزنة في الغلاف الجوي للأرض تصبح أكثر من المعدل الطبيعي، ما يجعلها تحتفظ بكمية أكبر من حرارة الشمس. السبب الرئيسي لمساهمة الإنسان في تغير المناخ هو غازات الاحتباس الحراري. في أساس هذه الغازات ثاني أكسيد الكربون،
ثاني أكسيد الكربون غاز لا يضر الناس مباشرة، ولكن أثره الأساسي هو تكوين طبقة في الجو تمنع تسرب الأشعة حين تدخل إلى الأرض، يحبس جزءا أكبر من الأشعة. قد يقول بعض الناس أن مساهمة العرب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي مساهمة قليلة جدا لا تتعدى 5% من المساهمة العالمية. فإذا قام العرب بتخفيض انبعاثاتهم إلى الصفر حتى لن يحلوا المشكلة العالمية. الجواب على هذا يكمن في شقين. الناحية الأولى أن العرب من أبرز المتضررين من أثار تغير المناخ، إن كان في شح المياه أو في الجفاف والتصحر أي قلة إنتاج الغذاء. العرب سيحتاجون من دون شك إلى مساعدات لمواجهة هذه المشاكل. لكي يحصلوا على هذه المساعدات عليهم أن يكونوا جزءا من المساعي العالمية للحد من الانبعاثات ولو كانت الانبعاثات من العالم العربي قليلة. من ناحية أخرى، العالم العربي في جميع مدنه من القاهرة إلى بيروت إلى الرياض إلى دبي إلى دمشق إلى عمان يعاني مشكلة كبيرة من تلوث الهواء، ليس تلوث ثاني أكسيد الكربون، التلوث المبدئي البدائي الذي يضر بصحة الناس. معظم آثار هذا التلوث تأتي من السيارات وسائل النقل. إذا قمنا بتحسين وسائل النقل في العالم العربي خاصة في المدن عن طريق كفاءة استهلاك البترول وعن طريق التحول إلى النقل العام لتخفيف كمية السيارات على الطرقات وعن طريق التحول إلى وسائل الطاقة المتجددة مثل السيارات الهجينة التي تعمل على الكهرباء والوقود في آن معا. احنا لازلنا بنقول ان هناك التغيرات المناخية لابد ان احنا نقلل من او نخفف من اثار الانبعاثات، وفي نفس الوقت علينا العمل على التكيف. ويمكن احنا عندنا في مصر ومعظم الدول العربية التكيف، لأن انبعاثات مصر والدول العربية انبعاثات ضعيفة جدا بالنسبة لانبعاثات الصين ولا أمريكا ولا خلافه. فعلينا لازلنا أن احنا نتكيف مع الظاهرة، واللي توجد أن مهما عملنا من عملية التخفيف من الانبعاثات فالأبحاث أثبتت أنه لابد أن يقع علينا تأثير للتغيرات المناخية مهما عمل. امتصت البحار والمحيطات نحو نصف كمية ثاني أكسيد الكربون التي أطلقها البشر في القرنين الأخيرين، وفي حال ارتفعت الحرارة درجتين عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية فسوف تذوب معظم الأنهار الجليدية التي تعد أكبر مخزن للمياه العذبة في العالم. كما سيخسر العالم أهم غطاءين جليديين هما القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا وغرينلاند، ما يعني ارتفاع مياه البحار 9 أمتار. أما النتائج المباشرة لذلك فغرق مساحات واسعة من العالم. كابوس التوقعات بدأ يظهر فعلا في عالم الواقع، فقد سجلت أولى ضحايا التغير المناخي في جزر فنواتو في المحيط الهادئ أواخر عام 2005 عندما أجبرت مجموعة من السكان على مغادرة منازلهم إلى مناطق ترتفع 15 مترا عن سطح البحر وتبعد نحو 600 متر عن الشاطئ، وذلك نتيجة ارتفاع مياه البحار والفيضانات. كما لاحظ المراقبون أن جبال الألب تخسر بين 5 إلى 10% من الجليد سنويا، ما يشير
إلى خسارتها نهائيا بعد 30 سنة من الآن. ومن الشهود الإضافية على التغير المناخي المنطقتان القطبيتان الشمالية والجنوبية، حيث خسرتا في 3 عقود زهاء 30% من الجليد. هناك إمكانيات وخيارات للتكيف، فمثلا ارتفاع سطح البحر، احنا بنتوقع ان يكون هناك ارتفاع في سطح البحر، وده في اختلافات في الرأي، الارتفاع ده هيبقى 0.5 متر في خلال القرن القادم، او في البعض بيوصل الى 190 سنتي وربما اكتر من كده. فاحنا بنقول ايه؟ احنا بنقول اولا لازم تكون لدينا الانظمة المؤسسية للمواجهة، لان انا بعمل مواجهة مثلا باجي احمي منطقة، ما هو حماية المنطقة دي سوف تؤثر في منطقة اخرى على البحر. ويرافق هذه الوقائع البيئية المتشائمة رؤية لا تقل سوداوية، إذ يتخوف الباحثون والبيئيون من أن يشهد العالم أكبر عملية انقراض جماعي للنباتات والحيوانات منذ عصر الديناصورات، بحيث سينقرض ربع الأنواع النباتية والحيوانية. وجود النباتات احيانا تناتهم لما معلقين ببعضهم، اذا راح النباتات الحيوانات حتلحقهم. اوكي، يعني كل شيء موجود بتوازن طبيعي معين. مثل ما قلنا، اذا صار في عندنا جرف للتربه راح النباتات، معناتها الحيوانات بتعتمد على النباتات، راحت معها الحيوانات بيعتمدوا على الحيوانات الثانيه بتعتمد عليها كمان، راحوا كلهم مع بعضهم. مجرد ما نحن هي شغلتها كتير سهلة، مجرد ما نحن مسكنا واحد من الاشياء هيدي شلناه من محله، كل هالاشياء حيتغير، لانه كله معلق ببعضه، كله سلسلة اسمها سلسلة غذائية كلها معلقة ببعضها. يعني راحوا النباتات، راحوا الحيوانات، راحوا الحيوانات، النباتات اللي بتعتمد على الحيوانات هاي لتعيش كمان حتروح. مثل العصافير راحوا كتر الدود على الشجر هلك النباتات، عرفت؟ هلك النباتات معناتها نحن ما عادش عندنا اكسجين، معناتها نحن هالكربون ثاني اكسيد الكربون اللي عم يسبب احتباس الحراري بنعتمد على الشجر لتاخده، هالشجر هذا ما عادش موجود، اثر علينا سلبا. ما تخمن انه كثير عالم عم يخوفوا بالارض، مدري شو حيصير بالارض، الارض اصلا كل كذا مليون سنه بتتغير، ما عندنا مشكله فيها، بس المشكله عن الناس الموجودين على الارض، هن اللي مش حيتحملوا الخبريه، طوفانات كل عمرها تصير طوفانات. إيه؟ بس ما كانت تأثر على الناس مثل ما عم تأثر هلا، والسبب كله مثل ما قلنا الإنسان هو عم يسرع. لأعطيك كمان، بس فينا أعطي مثال صغير، إنه بالخمسين سنة والجاي ما صار نسبة انقراض مثل ما صاير هلا بالخمسين والجاي، يعني من 65 مليون سنة وقت راحوا الديناصورات، إذا بدك تفكر بسموها الماس اكستنكشن أو الانقراض الشامل، متوقعينه هلا بيصير. البلاد العربية ليست في منأى عن التغير المنتظر، بل هي في عين العاصفة المناخية، فالازدياد السكاني سيترافق مع ارتفاع في مستويات البحار وازدياد في الجفاف ومزيد من التصحر وتراجع في الانتاج الزراعي، فضلا عن انتشار الأمراض والأوبئة. مع العلم أن العالم العربي لا يساهم سوى في 5% من انبعاثات الغاز المسببة للتغير المناخي، إلا أن الجهل البيئي عموما يحد من القدرة على مواجهة هذا التغير، ما يجعل هذه الدول أكثر تضررا بهذه المتغيرات. بتستقطع مساحات كانت خضراء عشان يتبني عليها فيلات أو يعني تبقى عليها urbanized، يعني تبقى عليها مناطق حضرية، فبتكون النتيجة ايه؟ بتكون النتيجة ان الاتربة اللي كان المفروض هذه الاحزمة الخضراء تمنحها، واللي متوقع في التغيرات المناخية ان تزيد معدلاتها، بتردم المدينة. ولما تردم المدينة، الخسارة هنا مش خسارة على شخص واحد، ده خسارة على الدولة وعلى المواطنين وعلى المجتمع ككل، لأن خسارة في الصحة وخسارة في الأجهزة اللي بتتأثر بزيادة معدلات الأتربة. في العالم العربي علينا تغيير كل فصائل القمح والشعير التي تعتمد عليها كثير من البلدان في إنتاجها للعالم.